صراع الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما زالت الأخبار هناك يعني مشتعلة ما بين المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، ما بين دونالد ترامب وكاميلا هاريس. لسه تغطيتنا اليومية مستمرة، عندنا طبعا أسئلة واستفسارات كتير عايزين نسألها، نتعرف على طبيعة هذه الانتخابات، هذا الحدث العالمي الكبير. النهاردة عاوزين نسأل ونستفسر عن طبيعة الكتل التصويتية في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. مين اللي عنده السيطرة، مين اللي عنده الاستحواذ عليها، ايه كمان الولايات اللي بيستحوذ عليها الحزب الديمقراطي، ايه الولايات اللي بيستحوذ عليها الحزب الجمهوري، مين من الولايات المتأرجحة اللي هتحسم المعادلة اللي ممكن يكون فيها يعني القول الفصل. صحيح. في إرساء احد يعني النتائج على احد المرشحين، وخصوصا مع بدايه كمان التصويت المبكر. لتفاصيل اكتر خلونا نرحب بضيفنا الموجود معانا عبر تطبيق سكايب من الولايات المتحده الامريكيه، احمد محارم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. صباح الخير. نور يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بيك. في البدايه كده حابين نعرف منك شرح مختصر، نفهم ازاي من خلالته او من خلاله طبيعه كمان خريطه الكتله التصويتيه للولايات المتحده الامريكيه، وايه الولايات اللي بيسيطر عليها كل حزب، الحزب الجمهوري مع مرشحه دونالد ترامب، وكمان الحزب الديمقراطي اللي مرشحته هي كاميلا هاريس. صباح الخير، التحيه والتقدير. التعود الشعب الامريكي منذ بدايه يعني تاسيس الدوله ووجود حزبين رئيسيين بيسيطروا على الموقف العام لاختيار الرئيس القادم، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. الديمقراطي بينظر اليه باللون الازرق، الجمهوري بينظر اليه باللون الاحمر. من فتره لفتره ومن انتخاب لاخر بتتفاوت اراء ومزاجه الشعب الامريكي نظرا لطموحاته وما استطاعت ان تقدمه له الرئاسه السابقه، سواء كانت جمهوريه او ديمقراطيه او جمهوريه. الحقيقه للاسف الشديد هذه الانتخابات تختلف عن اي انتخابات سابقه، لانه بعض الناس اصبحوا توجههم يختلف تماما، يعني ممكن يكون هو منتمي للحزب الديمقراطي ولكن اداء الحزب الديمقراطي لم يحقق له طموحاته، فممكن جدا يكون ديمقراطي ويصوت للحزب الاخر. هذه المره الانقسام اللي حاصل في الشارع الامريكي يمكن اداء الحزب الديمقراطي في الاربع سنوات الماضيه على المستوى الداخلي لم يرضي طموحات المواطن الامريكي على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي كمان انغمست امريكا في حربين اكثر من سنتين ونص دلوقتي، دعم اوكرانيا في حرب روسيا ضدها، واكثر من سنه وشهر في حرب غير مبرره اسرائيل على قطاع غزه، وامتدت الى حربها على لبنان. هذا بيستنزف كثير جدا من اموال الناخب الامريكي، وبدات كثير جدا من المطالبات تقول احنا دافعي الضرائب ليس لنا ذنب ان احنا ندفع هذه الاموال، وتكون صوره امريكا الذهنيه امام العالم مشوهه ويبدا العالم يكرهنا. كمان 40% من الكتله التسويقيه التسويقيه بتكون من الشباب. الشباب معظمهم من طلبه الجامعات، لاول مره كانت مظاهراتهم الحقيقه صاخبه هذه المره. والاعتقالات اللي حصلت بالنسبه لهم الجائحه من قبل قوات الشرطه، وايضا المحاكمات اللي تمت لثلاثه اربعه من رؤساء الجامعات الكبرى في امريكا، ده خلى الشباب يبقى عنده نوع من الغضب من ناحيه والاهتمام بالسياسه من الناحيه الاخرى. كون احنا عندنا ولايات يقولوا عليها ديمقراطيه، ولايات يقولوا عليها ديمقراطيه او جمهوريه، بدات الصوره تختلف. اولا في ناس من بعد جائحه كورونا اصبحت بتتنقل من ولايات لاخرى نظرا للظروف الاقتصاديه، وبالتالي الكتله التسويقيه العاديه لا يمكن ابدا ان يعول عليها. نيجي نقول الولايات المتارجحه، نقول ولايات متارجحه حوالي سبعه، اهم ولايه فيهم بتحسم الموقف هي ولايه ميتشيغان، فيها جاليه عربيه ومسلمه عددها كبير وتاثيرها قوي، لانها ذاقت الامرين في 2020 لما كتله العرب والمسلمين في الداخل الامريكي ومينلي تاسيسا او تحديدا في ميتشيغان وقفوا مع بايدن، وقفوا مع الديمقراطيين. وغالبا طول عمر الجاليات الاقليه العربيه والمسلمه بتوقف مع الجانب الديمقراطي. في النقطه دي تحديدا يا استاذ احمد، الجاليات العربيه والمسلمه هناك في الولايات المتحده الامريكيه، دونالد ترامب ليه تغريده
على موقع اكس كان بيقول يعني during my administration we had peace in the Middle East and we will have peace again very soon. احنا كان عندنا في فترة ولايتي للولايات المتحدة الأمريكية كان عندنا سلام وسنسعى إلى تحقيق السلام مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. وهو قال إنه I will fix the problem caused by the Kamala Harris and Joe Biden and stop the suffering and the destruction in Lebanon. وحنوقف كل المشاكل اللي كان بسببها جو بايدن وكاميلا هاريس. فكرة اللعب على هذه الكتلة التصويتية، الكتلة العرب والمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في ولاية ميشيغان، شايفة إزاي؟ الحقيقة كلا المتنافسين الجمهوري والديمقراطي بيحاولوا بقدر الإمكان يستخدموا تأثير قوى يمكن كان تأثيرها مش ظاهر في الفترة السابقة لأسباب معينة، لكن في خلال هذه الحرب على غزة من قبل إسرائيل أظهرت قد إيه في غضب، طبعا غضب عام من قبل الجمهور الأمريكي وغضب خاص وبحده من قبل الجاليات العربية والمسلمة، إن الجمهوريين عندهم أمل في أن يكون يستغلوا هذه النقطة ويحاولوا يفوزوا على الديمقراطيين. الديمقراطيين فشلوا في إقناع الجانب العربي والمسلم اللي هو دعمهم في الأربع سنوات السابقة، وكان دعمه لإسرائيل واضح جدا ومفتوح. ولكن أيضا بينظر حاليا، يعني مثلا ترامب بكرة، يعني بكرة بتوقيتنا احنا، ولكن يعني يعتبر بتوقيت مصر حوالي الساعة يمكن لما يكون 8 الصبح عندنا يكون عندكم 3 العصر، في تجمع كبير في منطقة من مناطق نيويورك المكتظة جدا بالجاليات العربية وأساسا الجالية اليمنية، يعني عشان ترامب يجي في معقل الديمقراطيين وفي مدينة زي نيويورك ويخاطب الجالية، هو بيحاول بقدر الإمكان أنه يكسب أو ينتزع بقدر الإمكان أي نوع من الأصوات. ولكن الحقيقة بقت الجالية العربية عندها نوع من الحرص الشديد، أنه كان فيه كلام كتير النهاردة مع قيادات الجالية العربية، هل نروح ولا ما نروحش؟ الحقيقة الجماعة اليمنيين قدام في الجالية العربية، فمنهم من هو متردد في الحضور ومنهم من هو يريد أن يحضر لكي يحضر أو يحرج ترامب من خلال توجيه بعض الأسئلة الحرجة له. طيب طبعا يعني احنا يمكن متابعتنا خلال الفترة اللي فاتت، وطبعا احنا ايام قليلة بتفصلنا عن الانتخابات او نتيجة الانتخابات الرئاسية، خاصة ان هناك طبعا تأرجح ما بين كامل هاريس اللي مهتمة ببعض القضايا الخاصة بالاجهاض وغيرها كمان من الهجرة، ولكن ترامب مهتم اكتر بمعالجة التضخم وغيره من المشاكل الاقتصادية اللي كانت بتعاني منها امريكا على مدار الاربع سنوات لحكم بايدن، وبيعتبر كامل هاريس هي امتداد ليه بشكل كبير. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا احمد محارم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي على المتابعة معنا.